تعد المدفعية الملكية المغربية أحد أقوى الفروع العسكرية في القوات المسلحة الملكية وفي المنطقة بأسرها، ولا يمكن ذكرها دون ذكر المدفعية ذاتية الحركة من طراز M109، والتي تعد أحد أقوى وأشرس قطع المدفعية من صنفها في العالم. تتسلح بمدفع من عيار 155 ملم، ورشاش من عيار 12.7 ملم، أو قاذف قنابل من عيار 40 ملم. يمكن للإم أو 9 حمل 36 قذيفة للآلية الواحدة وإصابة هدف من على بعد 23 كيلومتر بالقذائف العادية و30 كيلومتر بالقذائف ذات الدفع الصاروخي. وفي أحدث نسخة مطورة تمت زيادة مدى القصف ليصل إلى 70 كيلومتر. كما يمكنها استخدام ذخائر ذكية موجهة بالأقمار الاصطناعية مع أنظمة تحكم رقمية وأنظمة للاتصال مع الأقمار الاصطناعية، مما يمكن المدفع من تحديد الهدف بدقة والتواصل مع مراكز القيادة بشكل آمن. لها قدرة فائقة على العمل في الظروف الصحراوية، كما أنها مزودة بنظام للحماية ضد الأسلحة البيولوجية والكيميائية مع نظام للرؤية الليلية، ويمكن أن تعمل بشكل متناسق مع جميع الفروع العسكرية الأخرى. وفور أن يعطى لها موقع للعدو فإنها سرعان ما تحوله لجحيم، فهي تستطيع إطلاق 3 قذائف خلال 15 ثانية فقط. حققت M109 خلال مشاركتها في عدة معارك وحروب نتائج مبهرة جعلتها تتربع على عرش أحد أفضل المدفعية ذاتية الحركة في التاريخ.